السلام عليكم، اهلا وسهلا على كل حبايبي اسره قناه عالم منوعات. نورني دايما، نورين قناه عالم منوعات. ان شاء الله يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال يا رب ان شاء الله. يلا بينا بقى في نعمل جوله حلوه كده على شاطئ وايت بيتش بشرم الشيخ. زي ما احنا شايفين الوضع معانا اهوت، شمسيات وكمان المكان اكتر من رائع، المكان اكتر من ممتاز. زي ما احنا شايفين الشاطئ معانا اهوت، والناس قاعدين اهوت قدام الشاطئ. بصراحة جو ممتاز جدا جدا. شاطئ وايت بيتش يعتبر من أحلى الشواطئ، وكمان هو شاطئ يعني في متناول أيدي الجميع، يعني مش غالي قوي، ممكن أي حد يدخله عادي. شاطئ وايت بيتش زي ما احنا شايفين كده حبايبي. تعالوا بقى افرجكوا على الشاطئ كده من قريب زي ما احنا شايفين اهوت. ودول طبعا سياح اهوت، شايفين بقى الشاطئ شكله جميل جدا جدا، وكمان نظيف يعني معلوش اي زبالة او اي حاجات من ديت. والجو بصراحة اكتر من رائع، وزي ما احنا شايفين الناس في البحر همت الناس في البحر همت. بصراحة الجو اكتر ممتاز، وكمان المية نظيفة ومية صافية، وزي ما احنا شايفينها كده معانا. الجو بصراحة واكتر من ممتاز فعلا. ودول طبعا زي ما احنا شايفين ناس بتعوم اهوت على الشاطئ، وطبعا احنا شايفين هناك برضو صخور وحاجات اهيت واشجار وحاجات من ديت اهيت. انا بحاول يعني اجيب لكم الصورة من قريب بحيث ان انتوا يعني تشوفوا كويس معايا. زي ما احنا شايفينه يا حبايبي، اتمنى يا رب تكون جولة النهاردة عجبتكم في شرم الشيخ شاطئ وايت بيتش. شاطئ جميل جدا ممتاز جدا جدا. ده طبعا في احدى القرى السياحية في شرم الشيخ زي ما احنا شايفين كده. دول سياح همت، يعني مش عايزين برضو نركز معاهم قوي عشان محدش يعني يعني ياخد باله كده ان احنا بنصوره كده. زي ما احنا شايفين كده معانا الشاطئ جميل جدا جدا، وناس كتيرة بتعوم اهيت. ده طبعا شاطئ وايت بيتش طبعا يعتبر من احلى القرى السياحية الموجودة في شرم الشيخ، وسياح كتير على فكرة بيجوا القرية ديت على شاطئ وايت بيتش، لانه طبعا يعتبر من احلى الشواطئ اللي في شرم الشيخ. زي ما احنا شايفين كده السياح همت، وده المنظر اهو على من على الشاطئ بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بحاول طبعا اصور لكم الصورة كلها عشان تكون واضحة معاكم كويس. زي ما احنا شايفين معانا كده حبايبي، الجو فعلا اكتر من ممتاز. بحاول طبعا اقرب لكم الكاميرا شوية عشان تشوفوا الاماكن اللي هي البعيدة دي تشوفوها من قريب اهوت. زي ما احنا شايفين كده معانا يعني بصراحة هتلاقي اغلب اللي على الشاطئ سياح يعني وكده.
شاطئ فعلا رائع جدا وشاطئ حلو، اغلب السياح بيجوا هنا في المكان دوت يعني، زي ما احنا شايفين اللي هناك ده على فكرة حبايبي مشاية، زي مشاية كده في نص البحر. ايه طبعا عشان لو حد حابب يقف هناك يعني وكده بيروح يقف هناك في الحتة اللي هناك ديت في وسط البحر يعني. بحاول طبعا ان انا اجيب لكم الصورة كلها واضحة يعني. بصراحة اي حد فعلا حابب ان هو يعني يستمتع بالجو الرائع ده يجي الشاطئ وايت بيتش، لانه طبعا من احلى الشواطئ. زي ما احنا شايفين كده معانا يا حبايبي، بحاول طبعا ان انا اصور لكم المكان كله عشان يعني تشوفوا المكان كله كويس. يعني كأنكم موجودين معايا بالظبط في المكان زي ما احنا شايفين كده. اتمنى يا رب تكون كل الحاجات اللي بنزلها على القناة تكون بتعجبكم وتستفادوا منها، وان شاء الله بإذن الله تابعونا هتلاقوا كل الحاجات الجديدة عندنا على قناة عالم منوعات. زي ما احنا شايفين بقى المكان اللي هناك ده زي ممشى كده برضو، زي ما احنا شايفين السياح برضو ماشيين هناك هما ايه. طبعا المشاية ديت المشي بيكون عليها متعة جدا يعني، بتبقى حلوة جدا جدا وتحس انك انت كأنك في نص البحر بالظبط. ممكن تقعدي عليها او تمشي او تقفي براحتك زي ما انت عايزة يعني. المهم ان اصلا المشاية ديت برضو ناس كتيرة بيحبوا جدا يروحوها ويعني بتمشوا عليها وكده، وفي ناس بتقعد هناك. زي ما احنا شايفين كده معانا حبايب همت، اتمنى يا رب تكونوا اتبسطتوا في جولة النهاردة معايا في على شاطئ وايت بيتش بشرم الشيخ، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في كل جديد على قناه عالم منوعات. وحشيني كتير اسره قناه عالم منوعات، واتمنى يا رب تكون كل الفيديوهات اللي بقدمها على القناه تكونوا بتستفادوا منها وبتعجبكم، سواء في جولات او في اخبار او في وصفات. ان شاء الله باذن الله بحاول اقدم لكم كل الجديد على قناه عالم منوعات. ما تنسوناش بقى حبايبي في اللايكات والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. باي باي.